À ce moment de Bicomotive CNCA, distributeur exclusif et officiel de la marque Motul depuis 2019. Motul, c'est l'expert des lubrifiants automobiles dans le monde. Motul fait les grands événements mondiaux comme le MotoGP, France, elle fait 24 heures le monde. Société CMCA, comptoir méditerranéen de consommables automobiles, créé depuis une dizaine d'années. يخدم على دوز اكس في نظرتنا نحن مهمين برشا الاكس الاولاني هو لي برودوي دو كاليتي هنا عندنا حاجتين نخدموا عليهم عندنا ان غران بارتنير استراتيجيك اللي هو موتور سي تو جام دو برودوي هومولوجي في بلوزيور موديل دو فاتور عندنا لا فابريكاسيون دو برودوي دو كاليتي في لي فلويد سبيسيو زاد شي سي ام سي الأكس الثاني واللي نعتبره مهم برشا بالنسبة لي نحن اللي كوننا وقاعدين نكونه في مجموعة طيبة تخدم مع بعضها باش تنجم توصل البرودوي هذا للي كليان ريزو بتاعنا اللي هو بطبيعته باش يوصل كل لي كليان فينو دونك اون انسيست اسكو لي دو أكس هذوما يكونوا متكاملين باش نخلطوا لو بون برودوي بير نو كليان. CMCA est موجود في كابيتورا de الجمهورية à travers son réseau من موزعين les distributeurs officiels تابعين CMCA وأيضا les revendeurs الموجودين في كامل الولايات والمعتمديات في تونس كامل. احنا توا متواجدين في الديبو برينسيبال اللي هو في الزون اندستريال المغيرة. الشركة نتاعنا عندها دو ديبو، واحد موجود في سوسة وذا اللي احنا متواجدين فيه توا. باش نكون فاحنا اليوم في سي ام سي اللي لي برودوي موتول موجودين ولا قام ماشيه وباش تكبر ان شاء الله، واللي احنا لهذايا حضرنا لابوراتوار مطابق للمواصفات العالميه باش يوفر احسن سيرفيس بور نو كليون. لاريفاج نتاع السلعه من البورت يكون الريسبسيون لهنا، ومن بعد من هنا تصير لافيكتاسيون للديبو داخل اللي قلنا في سوسه والا للديستريبيتور بتاعنا وللريفوندور بتاعنا. لاكثر معلومات تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك موتول اون تونيزي والا على السيت ويب بتاعنا cmca.tn.